السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الفصائل المسلحة المقربة من إيران الموجودة في العراق تحديدا في مسألة اغتيال أمريكي موجود خارج العراق بطائرة مسيرة. هذا الأمر طبعا قد نشر بتفاصيل مثيرة للغاية على الوول ستريت جورنال يوم أمس عن طريق مسؤول أمريكي رفيع، هو الذي أعطى التفاصيل للوول ستريت جورنال، وهي مرتبطة بهجوم قد تم بالطائرات المسيرة على مطار ميلان في 23 من مارس من هذا العام. وهذه الطائرة المسيرة هي كانت إيرانية الصنع وأدت إلى مقتل هذا المتعاقد الأمريكي الذي ترونه أمامكم، ألا وهو سكوت دوبس من سومرفيل في كارولينا الجنوبية. التفاصيل التي نشرت تحدثت بأن فصيلا مسلحا عراقيا مواليا لإيران هو الذي قام بهذا الهجوم بشكل مباشر من الأراضي العراقية وتحديدا من المناطق التي هي تعتبر في شمال العراق، ومن نفوذ ومن مناطق نفوذ الفصائل المسلحة المقربة من إيران انطلقت هذه الطائرة مباشرة على قاعدة إرميلان التي تتواجد فيها القوات الأمريكية، أو مطار إرميلان التي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي في الداخل السوري، وهجمت هذه الطائرة وأدت في نهاية المطاف إلى مقتل هذا المتعاقد الأمريكي، جرح متعاقد آخر، جرح عدد من الجنود الأمريكيين الآخرين. أيضا الوول ستريت جورنال تحدثت بأن المخابرات الأمريكية لم تتمكن في بادئ الأمر من معرفة بالضبط من أين جاءت هذه الطائرة المسيرة، خاصة وأن قادة في الفصائل المسلحة في العراق كانوا واضحين وقالوا بأن الفصائل في العراق أو الطائرة المسيرة غير مسؤولة، ولم تطرق الطائرة المسيرة من العراق وليست مسؤولة الفصائل المسلحة الموجودة في العراق عن هذا الهجوم، في إشارة إلى أن الهجوم كان قادما من الداخل السوري على هذا المطار. ولكن بحسب هذه الصحيفة أكدت بأن كان هنالك فحصا لقطع الطائرة المسيرة، لنوعية هذه الطائرة المسيرة، للرقم التسلسلي الموجود في هذه الطائرة المسيرة، ووجدوا إنها من نوعية الطائرات المسيرة التي تستخدمها بشكل مستمر وبشكل مكثف الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق تحديدا. ووجدوا أيضا بأن هذه الطائرة المسيرة هي من نوع قاصف 2 التي تستخدمها طبعا جماعة الحوثي. وأيضا في نفس الوقت أكدوا بأن هذا يعتبر هو رابع هجوم من هذه الفصائل المسلحة في العراق على القوات الأمريكية قادمة من الأرض العراقية على القوات الأمريكية الموجودة خارج العراق منذ أغسطس العام الماضي حتى يومنا هذا، يعتبر رابع هجوم من دون أي ضربة أمريكية قادمة على الداخل العراقي ردا على هذه الضربات، وإنما ترد الولايات المتحدة في الداخل طبعا السوري. من قال بأن هذا الكلام صحيحا ودقيقا قادما من مسؤول يتحدث إلى الوول ستريت جورنال؟ في حقيقة الأمر عندما ندقق بهذه المسألة ونذهب إلى طبيعة التفاصيل، عندما نشر هذا اللواء وهذا الفصيل المسلح لواء الغالبون كما يطلقون على أنفسهم تحدثوا عن هذه العملية وقالوا بأننا نحن من قمنا بهذه العملية، تحدثوا عن توقيت بغداد على سبيل المثال بالتوقيت الذي انطلقت فيه الطائرات المسيرة على هذا المطار، وأيضا تحدثوا بشكل واضح بأن لن ينعم الأمريكان بالأمن في العراق وخارجه، يتحدثون من وجهة نظر عراقية. أيضا نشروا هذا المقطع الذي نلاحظه لطبيعة الطائرات المسيرة التي استخدمت كما تلاحظون في هذا المقطع الذي حقيقة تلاحظون من خلاله صورة للطائرة المسيرة التي استخدمت في هذه العملية. وطبعا هذه الطائرة المسيرة كانت هنالك لقطة أخرى أيضا ولقطات من انطلاق الطائرات المسيرة نشرت بهذا الشكل، كما ترون طائرة واحدة فقط هي الواضحة، ولكن عندما نراقب ونركز هذه على الطائرة المسيرة ستلاحظ بأنك أمام طائرة أخرى هنا وليست طائرة واحدة فقط، نحن أمام طائرتين هي التي استخدمت في هذه العملية، وذلك من خلال اللون أبيض من طبعا مختلف عن الأرض الموجودة الترابية أو حتى المنطقة الخضراء المزروعة بهذا الاتجاه. وأيضا إذا ما اقتربنا بشكل أكبر فإننا سنلاحظ أن النقطة المزروعة هنا بهذا الاتجاه بالعشب هو يميز نوعا ما هذه الطائرة المسيرة، وهنالك صورة واضحة لهذه الطائرة، وهذه الطائرة التي استخدمت كما تلاحظون تتطابق تماما مع الطائرات التي
استخدمت من قبل الفصائل المسلحة أساسا في يناير من هذا العام في هجوم كان قادما أيضا من تشكيل مختلف وهو تشكيل الوارثين طبعا، والذي ظهر طائرتهم بهذا الشكل على قاعدة التنف التي تتواجد أيضا فيها القوات الأمريكية على المثلث الحدودي بين العراق وبين الأردن وبين سوريا. كانت هنالك مقاطع على الطائرات المسيرة التي هاجمت تلك المنطقة، وعندما نلاحظ سنلاحظ هذه الطائرة التي استخدمها الوارثين، وهذه هي الطائرة المسيرة أو الطائرات المسيرة التي استخدمتها الفصائل المسلحة لواء الغالبون في الهجوم في 23 مارس. لا شيء مختلف عن هذه الطائرات المسيرة، والفصيلين طبعا يتحدثان بأنهم في العراق وموجودين في العراق، وبالتالي هذا يعطي فكرة بأن فعلا هذه الطائرات المسيرة جاءت مباشرة من العراق. ليس هذا فحسب، بل إن هذه الطائرات تتطابق تماما مع تصميم طائرة قاصف التي يستخدمها وتستخدمها جماعة الحوثي، وهنالك قاصف اثنان تماما التي تحدثت عنها وأكدتها الوول ستريت جورنال بأنها هي التي استخدمت في هذه العملية. وهنا ما هو مثير بأن هذه الطائرة يصل مداها إلى 150 كيلومترا بالنسبة لقاصف اثنان، وهذه مسألة مهمة للغاية عندما ندقق جغرافيا على هذه القضية على الأرض. ستلاحظ أن في الأرض السورية هنا طبعا نهر الفرات كما تلاحظون، وأيضا أن القوات التركية متقدمة بهذا الاتجاه في هذه المنطقة، وبأن هذه المناطق كلها هي عبارة عن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، قوات التحالف الدولي موجودة، لا نفوذ للفصائل المسلحة المقربة من إيران إلى شرق نهر الفرات. الفصائل المسلحة لديها نفوذ هي ونظام بشار الأسد وغيرهم إلى غرب نهر الفرات، وهذا يوضح أن ليس لديهم مكانا أو موقعا آخرا للهجوم على مطار الميلان إلا من غرب نهر الفرات، وإن كانت قادمة مثلا من الميادين بهذا الاتجاه فأنت أمام أكثر من 250 كيلومترا، وهذا يتناقض تماما مع قدرة طائرة قاصف اثنان التي استخدمت في هذا الهجوم، لأنها كما تحدثنا يصل مداها إلى 150 كيلومترا، أي أن هذه الطائرة بحاجة إلى 100 كيلومتر زيادة لكي تحقق هذه المسافة. وبالتالي الأمر الأسهل أن تنطلق من العراق وتحديدا من هذه المناطق الموجودة بهذا الاتجاه، بغض النظر قريبة من تل عفر، قريبة من سنجار، كلها مناطق تتراوح من 50 إلى 70 كيلومترا أو أكثر بقليل، أي بما معنى نصف قدرة الطائرة المسيرة ومقدرتها 50% فقط. وبالتالي هنا الطائرة المسيرة قادرة على تحقيق أهدافها بدقة عالية للغاية، وعلى هذا أساس شهدنا مقتل المتعاقد الأمريكي وجرح الآخر وجرح الجنود الأمريكيين، مما يوضح أن طائرة قتلت المتعاقد الأمريكي وقد تكون جرحت الآخر والأخرى سقطت على الجنود الأمريكيين وحققت هذه النتيجة في هذا الهجوم تحديدا. أيضا الوول ستريت جورنال كانت قد تحدثت عن طريق هذا المسؤول الأمريكي الرفيع بأن الولايات المتحدة الأمريكية أو تحديدا إيران فتحت القنوات الدبلوماسية من أجل إيقاف إطلاق النار، لأن بعد قتلهم للمتعاقد الأمريكي في مطار الميلان كان هنالك تبادل للضربات بين الطرفين، وإيران قالت بحسب الوول ستريت جورنال الآتي، قال شخص مطلع على الحادث إن إيران أبلغت في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية أنها مستعدة لوقف الهجمات إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه. وهذا يبرر تماما لماذا الإدارة الأمريكية بحسب ما نشرته نيويورك تايمز آنذاك بعد هذه الحادثة أكدت بشكل واضح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم من عملية حقيقة طلبت من القوات الأمريكية ومن القيادة المركزية أن توقف عملية إطلاق النار التي جرت بحقيقة أو رغبة السنتكوم من عملية الانتقام من ضربة من الفصائل المسلحة، وبالتالي إدارة أمريكية أوقفت إطلاق النار، وهذا يعني الطلب الإيراني قابله موافقة أمريكية وقالوا بأننا لا نريد أن نصعد مع الإيرانيين بأي شكل من الأشكال. ولكن مع ذلك، وهذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، بأن على المستوى العسكري الولايات المتحدة الأمريكية خطيرة للغاية في تلك المنطقة، تراقب كل شيء وكل ما يجري على الحدود العراقية وعلى الحدود السورية. فعلى سبيل المثال ما نشر هنا من الـ DVIDS وهي إحدى المواقع التي تنشر النقاط أو الصور المهمة للغاية أو الصور الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية أو نشاطات الجيش الأمريكي، نشرت هذه الصورة التي ترونها أمامكم لطائرة أمريكية تحلق بهذا الشكل حال وحال الكثير من الصور، ووضحت بأن الموقع لهذه الصورة لم يحدد، لم يكشفوا عن هذا الموقع Undisclosed Location. أيضا في نفس الوقت أن
تاريخ هذه الصورة يعود إلى الرابع من مايو من عام 2023، وانتبه هذه ليست الخامس من أبريل وإنما هي تكتب بهذه الطريقة، أي تقريبا قبل 10 أيام أو 11 يوما من الآن هذه الصورة، بالتالي تاريخها قريب للغاية. وهذه الطائرة التي ترونها أمامكم هي طبعا من طائرات الـ A-10 Warthog، الطائرات التي تحدثت المصادر الأمريكية مثل الديفنس وان بأنها قد انتشرت في منطقة الشرق الأوسط بعد عملية اغتيال المتعاقد الأمريكي 12 طائرة من هذه الطائرات. والوول ستريت جورنال كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك، قالت وأكدت بشكل واضح بأن هنالك حملا لهذه الطائرة لقنابل البنكر باستر مخترق القبو، وبالتالي هي ليست بالعادية أبدا هذه طبعا الصحيفة وما تحدثت عنه. وعلى هذا الأساس عندما نأتي هنا لنحدد على سبيل المثال ونحاول أن نحدد موقع هذه الطائرة أين تحلق في ظل هذه المعلومات، هي منتشرة في منطقة الشرق الأوسط، قادمة في إشارة واضحة ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران، اليوم نتحدث عن هجوم من الفصائل المسلحة الموجودة في العراق. سنلاحظ أن هنالك علامات مهمة، أولى هذه العلامات الجغرافية، بعض العلامات نوعا ما ستساعدنا في معرفة أين تأتي هذه المنطقة وهذا الاتجاه، كما نلاحظ بعض النوع أو شكل الجغرافي الذي يأتي، هو يأتي بهذه الطريقة التي ترونها، وكما نلاحظ بأن الصورة توضح بأننا أمام هذا الشكل تحديدا الذي يجب أن نبحث عنه في ظل معلومات أنها في الشرق الأوسط وتواجه فصائل مسلحة مقربة من إيران، وهذا يعني بأنها قد تكون في العراق، هنا تحلق هذه الصورة في العراق، ممكن أن تكون فوق سوريا بأي شكل من الأشكال. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي الآن ونحاول أن نقترب من الحدود بين القائم وبين سوريا، بين العراقي وبين سوريا، سنلاحظ بأن هنا القائم، هنا البوكمال، إذا ما حاولنا أن نقترب من هذه المنطقة بشكل أكثر سنلاحظ بأننا نوع من الشكل الجغرافي، نوع من الوحل، نوع من النقاط التي تبدو طينية نوعا ما، سنلاحظ هذا الشكل بأنه يأتي أمامنا بالبحث وبالسير إلى الشمال أنه متطابق تماما ويبدو كالنقطة التي ظهرت خلف هذه الطائرة طبعا. ودعونا ننسحب قليلا الآن لكي نتأكد من النقاط أو نتأكد من التفاصيل التي ألقينا نظرة عليها، نقترب من هاتين النقطتين اللتين طبعا ظهرتا تحت هذه الطائرة، سنلاحظ فعلا بأنها تبدو متطابقة مع ما تحدثنا عنه الآن. وعلى هذا الأساس بالتوقف هنا فأنت أمام نفس العلامات تماما التي ظهرت تحت هذه الطائرة، وتلاحظ بأن كل شيء واضح ويوضح بأن هذه الطائرة كانت تحلق على الأراضي العراقية، هذه سوريا وهذه هي طبعا الأراضي العراقية. وعلى هذا الأساس عندما نبتعد قليلا من القمر الصناعي هي تعطيك فكرة أن هذه الطائرة تحلق فوق الأجواء العراقية وفوق الفصائل المسلحة المقربة طبعا من إيران الموجودة في العراق بعد هذا الهجوم الذي تحدثت عنه الوول ستريت جورنال بأنه قادم من الفصائل الموجودة في العراق. وعلى هذا الأساس بما أنها تحلق بهذا الاتجاه هي قريبة من البوكمال بهذا الاتجاه، من القائم عفوا، من البوكمال، وأيضا هي قريبة أيضا من قاعدة الإمام علي، هنا هي باتجاه قاعدة الإمام علي الخاصة بالحرس الثورية الإيرانية التي تأتي تحت الأرض بعد الحدود العراقية في داخل سوريا، و أيضا في نفس الوقت بأنها خطيرة للغاية وتراقب الميادين، تراقب أيضا دير الزور، هي قريبة أيضا وتحلق من المناطق التي تحدثت الوول ستريت جورنال بأنها كانت نقطة انطلاق الطائرة المسيرة في 23 مارس على مطار الميلان والتي أدت إلى مقتل المتعاقد الأمريكي بكل تأكيد. وأيضا في نفس الوقت هي قريبة وباتجاه قاعدة عين الأسد بهذا الاتجاه، بهذه المنطقة عين الأسد طبعا. وعلى هذا الأساس هذه الطائرات تحمل قنابل مخترق القبو وتحلق بهذا الشكل وتتحصل على الوقود طبعا. وهذه المسألة لا تنتهي أبدا، ما يأتي من إيران من فصائلها المسلحة تحديدا العراقية إلى الداخل السوري هو أمر كثيف وخطير للغاية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل 48 ساعة، عين الفرات أيضا في 14 من مايو تحدثت عن تفاصيل استمرار هذه العمليات من الفصائل المسلحة في الداخل طبعا من العراق إلى سوريا، هنالك حديث كبير عن البوكمال
الشمال، وحديث كبير أيضا عن مدينة الميادين. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث بشكل مثير عن أن هنالك بين منطقة بقرص وبين أيضا منطقة أخرى ألا وهي عين علي بهذا الاتجاه بين هاتين المنطقتين، بأن هنالك تحركا مهما للغاية للحرس الثوري الإيراني. الحرس الثوري الإيراني متواجد وقام بعملية مهمة هو والفصائل المسلحة المقربة من إيران في هذه المنطقة، ألا وهو نصب نوع من الراجمات الصاروخية، أو بالحقيقة راجمات صاروخية تالفة للتمويه على القوات الأمريكية الموجودة هنا في حقل العمر النفطي، والتي تراقب كل صغيرة وكبيرة ولديها الكثير من المناوشات مع هذه الفصائل المسلحة. الأمر المثير بأن هنالك حقيقة ترتيبا كبيرا، أن هنالك نقاطا لراجمات الصاروخية للتمويه، وأن هنالك راجمات صاروخية خلفها بمسافة قصيرة بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي راجمات صاروخية حقيقية تعمل وخطيرة، ويخبئونها ويجهزونها لعملية مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كان هنالك استهدافا أو خطة لاستهداف القوات الأمريكية الموجودة إلى شرق نهر الفرات. أيضا عين الفرات وهذه الوكالة المهمة تحدثت عن مسألة مهمة عن دخول 3 شاحنات جديدة. يوم أمس هي تحدثت عن هذه المسألة قادمة من الداخل العراقي، فصيل مسلح عراقي هو المسؤول عن دخول هذه الشاحنات. بحسب هذه التفاصيل هي كانت محمية طبعا، واحدة من هذه الشاحنات التي دخلت هي تحمل مولدة كهربائية، والشاحنتين الأخرى أو الأخريتين هي طبعا لم يعرف أحدا ما الذي تحمله في حقيقة الأمر، لم يسمحوا لهم بتفتيش هذه البرادات التي لا يعرفون ما الذي تحمله طبعا كما نتحدث، وبالتالي هي توضح في إشارة إلى أنها قد تكون تحمل الأسلحة، وخاصة أن فصيلا مسلحا عراقيا هو المسؤول عن إدخالها، وأنها دخلت إلى المربع الأمني في السويعية هنا، وبالتالي نحن أمام تحشيد مستمر. وكانت هنالك لقطة حصرية نشرت لهذه الشاحنة التي ترونها، إحدى الشاحنات التي كانت تحمل معها البر أو المولدة الكهربائية، التقطوا لها صورة كما تلاحظون هنا. وطبعا هنا تحدي كبير، الولايات المتحدة الأمريكية أين هي؟ بريطانيا أين هي في مواجهة الفصائل المسلحة المقربة من إيران؟ جيمس كليفرلي وهو وزير الخارجية البريطاني كان مؤخرا موجودا في الولايات المتحدة الأمريكية، ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وصرح تصريحات حصرية إلى فوكس نيوز وضح بها اليوم طبعا قد نشرت، قال بأننا نركز على مسألة النووي الخاص واستخدام النووي من قبل روسيا، وكذلك النووي في إيران وعدم السماح لإيران للوصول إلى القنبلة النووية. هذا هو التركيز الأساسي، وليس هنالك تركيز كبير على هذه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في العراق أو في سوريا، رغم كل التفاصيل التي ذكرناها وعملية المواجهات، لأن الولايات المتحدة تؤمن بأن العودة للاتفاقية النووية ستخفف الكثير من هذه المواجهات التي تجري مع الولايات المتحدة، كانت قادمة من فصيل في العراق أو كانت قادمة من فصيل في سوريا.